يا صباح الخير يا صباح النور، نصور فيكم تسمعوني اليوم في نهار جديد. مرة أخرى يجدد لقانا معاكم يوميا كما عودناكم، ومعاكم الشيف مؤمن في كوجينة نتاع رمضان، لايف لايف من كوجينة الدار. إن شاء الله نقولوا احنا رمضانكم مبروك مرة أخرى للجميع اللي التحقوا علينا في اللايف، ولكم اللي يوميا إن شاء الله بقدرة ربي نحضروا مع بعضنا العديد من الوصفات. دونك نجم تخليو لنا كومونتير للي يستحق روسيت، للي يحب يشارك معنا ويتفاعل يخلي لنا كومونتير. تنجم تلقاوني على الفيسبوك مؤمن بن يونس، ولا لا كولينير باي مؤمن، ولا على شان يوتيوب. باش نذكركم في المنيو للجميع، خاطر عاودنا اللايف فما صوت بكري ما كانش يمشي. باش نذكركم في المنيو، دونك اخترنا لكم اليوم شربه بالشوفان، وحضرنا لكم حاجه سبيسيال اللي هي الخبز. تنوريكم، نجيب لكم خبز. كنا سبقنا وحضرنا الخبز، تنقول لكم شنو المقادير وكيفاش الطريقه نتاع الاعداد. بالنسبة للشربة، حضرنا لكم شربة نتاع شوفان بالدجاج. باش نحضروا رولين نتاع سلطة مشوية بطريقتنا احنا زادة. باش نحضروا الزلابية اللي طلبوها البارح، ما عليكم كان تابعونا وجيبوا ورقة وستيلو، ورقة وستيلو باش تقيدوا المقادير. عندنا الخبز، كمونية، وديسير زادة موس نتاع شوكولا. نحضروا بالحاجة بالحاجة. باش نقول لكم شنو استحقينا بالنسبة للخبز. نعرفوا لي الخبز يلزمو أقل حاجة يخمر ويرتاح كل شيء، واليوم الطقس سخون. سحقينا خميرة فانواز، خميرة جافة فانواز. سحقينا فرينة الوردة نتاع بريباراسيون بور بان كومبلي، هاكم مستحضر نتاع الخبز. حتى المود دومبلوا ساهل وموجود لهنا على باكو فرينة 500 غرام. باش نسحقهم 320 غرام مليلتر ماء، ساشي نتاع خميرة جافة فانواز، 10 غرامات ملح. باش نزيدو مغرفتين زيت نجمة ديو، هذوما كل نخلطوهم كل مع بعضهم. نخليوها ترتاح 15 دقيقة. بعد من 15 دقيقة نديغازيوها ونعاودو نعملو ديبول. بعد ما نعملو ديبول نحطوها في الفور. لافونتاج بالنسبة لينا الفور اللي عندنا اليوم ويربول سيسيام سونس، اللي تنجم تحط الفور بتكنولوجيا نتاعو تخليه يخمر الخبز. دونك كنت نخلي في الخبز يخمر بالاوبسيون تاع سيسيام سونس تاع ويربول. بعد ما يخمر باش يخليه يطيب، باش اوموا نحاولوا نكونوا احنا نخلطوا في الوقت. دونك تحيه لحاتم، اهلا حاتم. يمينه بونجور، يمينه هاكم حضروا زليبه، حضروا المشويه هاي موجوده، سلطه مشويه. تو باش نحطوا الخبز، نحطوه يطيب بعد ما خمر. عاد نوريكم الخبز كيفاش خمر. شوف تبارك الله بالنسبه للخبز، دونك 3 فوا الفوليوم. نحطو البروغراماسيون سيزيام سونس ونحطو الخبز. بالنسبة للوقت يلزم نورمالمون 30 دقيقة. هذه الحاجة الأولانية، حطينا خبز. نذكركم المقادير، حطينا فرينة بريباراسيون البان بور بان كومبلي، هذه هي الحاجة الأولانية. زدناها ساشي تاع خميرة فانواز جافة، مغرفتين زيت نجمة ديو. دونك هذايا الزيت الجديد اللي باش تلقاوه بقدرة ربي في المغازات الكبرى، موجود ميلونج ما بين المايس والترنسول، زيت نجمة. حطينا 10 غرامات ملح، خليناها ترتاح لمدة 15 دقيقة. من بعد ديغازينا العجينة، عملنا ديبول، وبعد حطيناهم في الفور يخمروا بالسيزيام سونس نتاع ويربول. وتوا باش نحطوهم في الكويسون. هذايا بالنسبة للخبز، باش نحاولوا نكونوا خفيف بالنسبة لللايف، وانتم هاو كتفاعلوا معنا باللي ميساج. باه كالعادة والعويد، باش نحضروا شربة. نعرفوا سيرتو في رمضان ديما السوب تكون موجودة، هذاك علاش انا نحاولوا ديما نوعوا في اللي سوب. نعملوا سوب الخضرة، نعملوا حلالم، نعملوا شربة جارية شعير كل نهار وقسموا. وانتم زاد كيف كيف تنجموا تقولوا لنا شنو هما لي روسيت اللي عملتوهم البارح، شنو هو كان المنيو نتاعكم، شنو هما لي بروبوزيسيون تاع المنيو اليوم. دونك ونحب نقول لكم حاجه، نحب نشكركم برشا 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 اللي قاعدين تتفاعلوا معنا، قاعدين تتابعوا فينا في اللايف. هذه حاجه باهيه تزيد تشجعني باش واحد يعطي البلوس. زيد نقول لكم نشكروا زيد حازم بن عيسى راديو بون لونور اللي امن البث،
خالد عويج تونيسكوب، يعني تنجموا تلقاو في ليباج الكل تبارك الله موجودين، ابار لي سبونسور اللي جاو معانا الكل ما شاء الله، هذيك وجينا منوره تعمل 66 كيف. به دونك اول حاجه باش نبداو بالشربه نتاع الشوفان. نعرفوا سيرتو المنفعه نتاع الشوفان. الافونتاج اللي اي روسيت تنجم تعطينا نكهه اخرى سيرتو في رمضان يعني تكثر شهوه. عندنا روسيت نتاع زلابي، ما تنساوش روسيت نتاع زلابي، هاكا قلت لكم حضروا ورقه وستيلو باش نعطيكم الروسيت نتاع زلابي. الخبز هذاك تاع ديتيب باش ناخذو فوالا. شيف مؤمن مؤمن جيهان مؤمن، بونجور بونجور جيهان، زهرة الحياة، نادية، بونجور الناس الكل. باه باش ناخذو كيما تراو الشوفان، هذا الشوفان باش نحمروه شوية. كيف كونتيتي سيرتو توا موجودة في توندونس، يعني برشا حاجات تتحضر هذاك اون بلون اون بلاص القشطة. باه الهي بالنسبة للقشطة للكنافة، يعني بالكريمة تنجم تتعمل بالفروماج كيما حضرناها البارح يا غيبتكم للناس اللي ما خلطوش البارح علينا، راهو عملنا كنافة تعمل 66 كيف صراحة بالجبن. باه نهب أميرة باي، أميرة أهلا بيك، توا نعطيك روسيت تاع خبز فيك يا حجم الأولاني كيما قلتلكم شوية شوفان، هاكا نحمروه باش نحطو شوية زيت كالعادة، زيت نجمة. نقوللكم بكري ومن بكري وأنا قلتلكم بونجور بونجور نجوى، إن شاء الله نهارك زين. نايلة بونجور، قلت لكم هكا حضروا ورقه وستيلو باش نعطيكم الروسيت نتاع زليبه باش نحضروها مع بعضنا يعني هنا في الكوجينه، مادام توا كونفينمو وما فهمتش معنا واش نعملوا، باش نحضروا مع بعضنا الزليبي. بونجور الناس الكل، بونجور بونجور. باه دونك الشوفان توا سيرتو الجرانولا برشا حاجات يحضروا بوكو دو بريباراسيون، يحضروا بالشوفان توندونس باش نعرفوا المنفعه نتاعو. بالنسبه لينا الشوربه يعني هاوكا تعطينا نكهه اخرى كالعاده، نستمتعوا هاوكا بالبنه نتاع التقطيع نتاع الخضره تعطينا نكهه اخرى. طبوا شويه الشوفان كالعاده يزي. بالنسبه للشوفان نقص البصل. جي جي بونجور جي جي، دونك تحية للشيف الكل زادا كيف كيف يتابعوا فينا في اللايف. كريم أهلا بيك، كريم بن غانم مرحبا. نحطو شوية بصل. كيف كيف تنجمو تقولولنا شنو عندكم المنيو نتاع اليوم، شنو باش تحضرو. للخضرة نتاع الشربة شربة الشوفان يعني تنجمو نحطو شوية سبنيرة، نجمو نحطو شوية بطاطا، كل قدير وقدرو. المفيد تكون كلها منفعة وكلها بنينة. بنجيهان شيف مهم نعطينا روسيت فوان ديسير هيلثي. بالنسبة للديسير هيلثي يعني نجمو نخدمو حاجة بالشوفان زادا كيف كيف، موجودة الوصفات ومن بعد نعطيكم، خليكم خليو كومنتير تو نعطيكم لي روسيت اللي تحبوا عليهم الكل. وللي يحب زادا يتفاعل يقول لنا شنو حضر منيو اليوم. عارف مازلنا نهارات لولانية وديما نهار لولاني سلطة مشوية موجودة. باسم صباح الخير، دالية يعطيك الصحة. نحطو شوية سفنيريا، نحطو شوية بطاطا، إن شاء الله رمضانك مبروك صحيح عياري. باسم ديما نتعلمو منك، والله نتعلمو من الناس الكل يا باسم، كنا نفيدو من بعضنا. سي نبيل بسدرين تحياتي، سي نبيل بسدرين حاولوا، راهو الهدف نتاعنا واضح انه الناس الكل نحاولوا نشاركوا سيرتو في الكونفينمون، نعطيو لي روسيت هذاك باش تحصل الفايده. راهو بالنسبه لينا ما تحصل الفايده كان ما نحاولوا اون بارتاج لو ماكسيموم لي روسيت، شنو الحاجات اللي احنا نحضروهم سبيسيال رمضان، هذاك باش المعلومه تمشي للناس الكل. دونك حطينا شويه بصل شويه سفنيريا، عندنا دجاج خدينا اون كويس دجاج مليحه
حرير ابريق نواصر وسلاطه. هاي صحه صحه وشفاء الهام. باش نحطو او دي كويس تاع مليحه نقدروا نسوق. شكون اخر عنده منيو اليوم بروبوزيسيون وغدوه يقول لنا شنو حتى نجمو نزيدو نحضرو. نحطو شويه طماطم معجونه. كيف بالنسبه للشوربه نتاع الشوفان يعني كلها منفعه. بون صحيح يقول لك الكونسوماسيون كبيره برشا نتاع الشوفان يعني تقلق. شوفان نعملو مسحور مع الدقله وتفاح وحليب. هيا نجوى يعطيك الصحه. مرحبا مدام موني. دونك امنه مرحبا كوكو. اجا بحذانا امنه الكوجينه هكا وعطينا رايك. باه دالي فارس قنر وجربي خلطو مليح مليح. دونك اليوم طارت بس بناخ وسلاطة نشوى شربة بلونتي وروز نتاع البارح. هاي بيان سور بالطبيعة غيان سوجيت توس ترانسفورم يعني نعرفو في الكوجينة ساعات نحاولو نشاهدو منطيشو حتى شيء. الحاجات اللي حضرناها البارح نجمو نزيدو نستغلوهم ونعملوهم في وصفة اليوم. باه نتعداو كالعادة للفارس. دونك بالنسبة للفاح شوية فروية شوية فلفل أحمر. شوية كركم للي يحبها مزز زادا كيف كيف. نحطو شوية هريسة. نحطو شوية هريسة. دونك بالنسبة للزيبيس إيبيس بالحق إيبيس تاع الجميع. جربوهم انا جربتهم جربوهم قولوا لنا رايكم. تبقى فيهم لوكا زبنين. حطوا شويه ملح وكل عادة شويه فلفل اكحل. ما نسيوش الكلافس. نمرقوا توا بالماء لازانيا. دونك شنو هما لي ريسيت اللي انتم حضرتوهم؟ شنو هما لي بروبوزيسيون نتاع المنيو؟ السوق هيك اونكور بالنسبه للسوق خليوها سله سله. به سرور نواصل بالدجاج تاع زي مال السوق وسلاده مشوية. سلاده مشوية وعندنا ما باش نعملوا فاصون واحد اخرى. تابعونا 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 بعد قولوا لنا رايكم. بالحق الحاجه الباهيه ان سيرتو في الكونفينمون توا ورمضان. رافع بونجور. احمد كيف كيف بونجور. الزيت الكل نحيوه كالعاده. توريكم طريقه نتاع اهداد سلطه مشويه رولي على طريقتنا. نفرو بلون ترافاي نعملو طله صغيره على الفور. لحظه بركه باش تبعوه جا معايا. اللهم صل على النبي. نشوفوا تبعوا وبعدها نحضروا مع بعضنا ازلاب. به خذوا ورقه وستيلو فيسع فيسع حنمل عليكم ازلابيا. اول حاجه الشحور. دونك للي عنده جلوكوز وللي ما عندوش فماش حتى مشكل جلوكوز نعرفوه يعطي اللمعان. باش نسحقوا 200 غرام سكر عليهم 100 مللتر ماء 10 قارص نحطهم كل مع بعضهم. وبعد ما يطيب الشحور نزيدو 50 مليلتر عطر شاي. دونك بالنسبة للشحور يلزمو بارد. كنت بالنسبة لينا احنا يلزمنا نحضرو شحور يبدا بارد باش من بعد ما نطيبو زلابيا نسقطوها في الشحور نتاعها. بالنسبة للروسيت نتاع زلابيا دونك باش نسحقو 300 غرام فرينة. لحظة بركة ما عندكش حتى دبارة دولمة. الدبارات الكل ان شاء الله كي ما عندكش دبارة هاو بحذانا تنعطيوك دبارة نتاع اليوم شنو باش نحضرو. قاعد نعطي في الروسيت نتاع زلابيا. باش نسحقو 300 غرام فرينة، مغرفة ملح، كولورون أصفر، 7 غرامات خميرة متاع خبز، ومن 200 ل 320 مليلتر ماء، أنت ونوعية الفرينة. دونك بالنسبة لي أنا ناثق في الفرينة متاع الوردة، هذاك علاش نستعمل 320 مليلتر. سيدي أحمد أمتي كوكو، سيدي أحمد غربال. دونك نزيد نعاود نذكركم بالنسبة للشحور متاع زلابيا، يلزم اللي عنده مغرفة جلوكوز واللي ما عندوش فما حتى مشكل.
200 غرام سكر، 100 غرام 100 مللتر ماء، 10 قارص، تحطهم كل يغليهم مع بعضهم. بعد ما يطيب الشحور نزيدوا 50 مللتر عطر شيا، والشحور لازم يكون بارد. هذا بالنسبه للشحور نتاع الزلابي. بالنسبه للروسيت نتاع الزلابي، باش نسحقوا 300 غرام فرينه، باش نسحقوا مغرفه ملح كولورون اصفر، من 200 ل 320 مللتر انت ونوعيه الفرينه. وانا اخترت فرينه الورده، دونك هذاك علاش باش نحط 320 مللتر، و7 غرامات خميره. دونك نخليوها نعجنوها مع بعضها، نخليوها حضرين ترتاح، ويولي الفوليوم تاعها 3 فوا. به اللي ما يحبش كولورون، اللي ما يحبش كولورون ينجم يحط شويه كركم، يعني فوزابل. ونحاولوا احنا كيف كيف هذوكم هما في بلاصه كولورون ما فماش، نحطوا شويه كركم هكا كله منفع ستور للمعده، وهكا يعطينا كولوراسيون صفر. به الشوربه هيا انكور قبل تحضر الشوفان هذايا، سي بون عرجناه شويه بالنسبه للشوفان. نتعدي توا كيما قلت لكم للروسيت نتاع سلطه مشويه. باه هذه سلطه مشويه، دونك جينيرالمون باش تقعد لكم الكولوراسيون هذيا خضراء. نعطيكم استوس قبل يا حسره، كنا من بعد ما نشويو الطماطم والفلفل نحطوه في ساشي ونغطيو عليه، دونك من بعد الكولوراسيون ساعات ما تقعدش خضراء برشا طول ديريكتومون، ما يزموش يشم برشا النار وقت الشويين، يتشوي ديريكتومون على النار ونحطو في صحفه ولا في بول ما غير ما نغطيوه، سينو كي باش نغطيوه يولينا كاينو مفور، يعني ما عادش مشوي. هذا بالنسبه للسلطه المشويه، كنا حضرنا فلفل وطماطم ثوم ما غير بصل، دونك اي خميره خبز ثريا، خميره خبز زي بالنسبه للزلابيه، هي باش تعطيها الفوليوم بالكدا خاطر يلزمها تخمر. به دونك الحاجه الاولانيه باش نسحقو رولو ألمنيوم ورولو سيلوفان، نشوفو الطريقة نتاع الإعداد. هي تتبدل طريقة التقديم، هي الباز نتاعها صادة مشوية، وسيرتو تبارك الله تو كي تمشي للريستورونات تلقى يسميلك يقولك بوافون كذا سيغ أن لي دو كذا، لابيلاسيون اللي نسميوها احنا نقولو نتوما تقولو شنيا لابيلاسيون، وهي هذيك توش دو شيف. دونك بالنسبه لينا نحاولوا نبارطاجيو معاكم لو ماكس الاسرار نتاع الطبخ، كل شيء موجود ما نخبيو عليكم حتى شيء، هاكم معنا في اللايف. باه باش نسحقوا شويه كرويه، شويه ملح، عندنا شويه كلاش باش نزيدوهم بعد الشربه. باه باش ناخذوا الفلفل ما غير ما نقصوه، خليوه هكا طبوني هكا، حلوه على كبر البابي تاع السيلوفان، يعني هذه طريقه من الطرق الاخرى اللي باش نحاولوا نبدلوا بها طريقه التقديم. هاكا نحاولوا نجتهدوا، علاش نقعدوا في الكلاسيك هاكا؟ هذه طريقه اخرى للتحضير نتاع السلطه المشويه، والهدف واحد كما تقولوا انتم، الهدف واحد. به كما قلت لكم نحطوا باش نحطوا فلفل، باش نفوحوا بشويه كرويه. زاد فما سر اخر من الاسرار نتاع المشويه، اللي برشا يحطوا ثوم حي بالنسبه للروسيت. احنا عندنا شويه ثوم، شطو هكا باش ناخذ شويه تون، باش ناخذ كعبه نتاع طماطم. دونك بالنسبه الكعبة نتاع الطماطم نقصوها على أربعة، نحو الزريعة نتاعها، نحطها في وسط الفلفل. هذيا كلها من بعد باش تحط في الكونجيلاتور و
باش تولي كيما السوشي، نكهة أخرى هاوكا، طريقة أخرى في طريقة التقديم. بالطبيعة باش نزيدو نزينوه صحن، يعني احنا باش نحاولو نحضرو برشا، يعني مش نحضرو شوية. وهكا طريقة أخرى هاكا التقديم موجود. أنا نحط ثوم حي يلدونا أي يمينة بالحق كما قلت لكم بكري، يعني موجود تحط ثوم حي يعطي نكهة أخرى. به ليتاب الأولانية بعد باش نزيدو شوية ملح، كيف كيف اللي ما يحبش ملح ينجم ينحي ملح، شوية كروية وتوا بشرو ليو. باهي السلام عليكم، شنو المنيو يا خويا؟ باهي المنيو عندنا شربة نتاع شوفير، وتوا قاعدين نحضروا في رولي نتاع سلاطة نتاع مشوية. دونك جوست نكمل نعملوا رولي نتاع سلاطة نتاع مشوية، ومن بعد تو نفسرلك. ناخذوا الاكستريميتي نربطوهم، ونكبسوا شوية بشيبون صفور نتاع بودان. نتاعو نتعداو للالومنيوم، صفور نتاع بودان. هاذيا ليتاب الأولانية حضرناها. دونك بالنسبة هاذيا باش نمشي الكونجيلاتور قبل كل شيء، وهاني راجع باش نقول لكم شنو هو المنيو. نزيد نذكركم في المنيو اليوم حضرنا شوربة نتاع شوفان بالدجاج، سلاطة مشوية رولي توا كنا نحضروا فيها، عندنا خبز هاكا في الدار حاضر بان كومبلي، باش نحضروا زلابية، باش نحضروا موس نتاع شوكولا. دونك أنا بسيسة بسيسة قاعدين نحضروا في المنيو. دونك نتفقدوا شوربة هاي أنكور شوفان، شوربة بالشوفان، سلاطة مشوية تو نزيدو نحضرو طوطر بودان، ونتعداو زادا كيف كيف توا للكمونية. باه بالنسبة للكمونية زيد نحاولو نحيوها. الكمونية اليوم خدينا اللحم مع عند العبيد فيوند، باش نحضرو بيه الكمونية. باه ديجا نديرها اليوم. دونك تحية للناس الكل اللي تابعو فينا في اللايف، يعني من تونس من الجزائر من المغرب، الناس الكل موجودين يلمنا المغرب العربي نقولوا احنا. امش نجيب معهم باش نطيب فيه الكمونيه ونجيكم. دونك باش نحضروا بعض الكمونيه، بالنسبه لللايف هاكا نبداو ديكونتراكتي، نبداو مرتاحين. عباره هي ديجا تبدينا في الدار، يعني جات سبونتاني. بالنسبه للتحضير نسحقوا شويه بصل، سيتوك الصوت نتاع القصان نتاع الخضره يعطي نكهه اخرى في وسط الكوزينه. باه نسحقوا شويه زيت نجمة يو. طريقة الإعداد وتحضير زاد كيف كيف بالنسبة للكمونية راهي تختلف، مي لافونتاج ديما حط الكمون في الآخر. أمتي كوكو، تحية سي بلال وشتاتي، شاف بلال تحية. باش ناخدو شوية لحم وشوية زويد وموجودين مخصوصين جويدين، باش نقليهم في الزيت، باش نقليو معاهم شوية بصل. كيف كيف فما شكون يزيد طماطم فريسك قرن فلفل هكا في الاخر، اما مفيد ما نساوش الكمون. باه بالنسبه للكمونيه كيف كيف تختلف كما قلت لكم الطريقه نتاع الاعداد، يعني اي انسان ينجم يحضرها. فما شكون بالنسبه للحم يصنع تزويد واللحم وكل شيء، فما شكون يحبها طايبه 100%، فما شكون يخليها فما لوغو يقول لك نحبها ناقصه شويه تياب.
وفي الحاجه الاولانيه حكينا زويد الكل. اللحم اليوم اخترني لكم بالنسبه للحم وللكمونيه مع لابي دي فيوند. صحة سي بليل، شيف بليل تحية يا غالي. نحطوا شوية بصل، هاكا عندي منيو اكيليبريت. نجمو السلطة مشوية موجودة هاكا ما غابتش علينا، السلطة مشوية هاو فوق العادة بالنسبة للخير. شوية فوق الزينة عندنا ريزيبيس ديجا ريزيبيس بالجميع يبو زمني بنين برشا. نحطو شوية كركم، فما شكون يحط طماطم فريشكة، فما شكون يحط طماطم معجونة، يعني وانتوما كيفاش تحبوا. أنا نحاول نعطيكم لي ريسيب لي احنا نجربوهم، وانتوما عندكم هاكا الشوا موجود. المفيد ما نساوش كمون في الاخر. انا توا جيت اما نعاود اعمل بودا نتاع سلاطه مشويه، نحب نشوف. الله يبارك مريم، تو نعاود نحضروا سلاطه مشويه. جست ما يلزمناش نطلع عليكم في اللايف، دونك هكا نحضروا بسياسه بسياسه، نحضروا المنيو. مي بالنسبه للبودا نتاع سلاطه مشويه نعاود نحضروا، ما تقلقش. باهي، ماذا بينا نخليهم على ديما على نار قويه. هكا يبدا بعد كولوراسيون نتاعها تبدا تعمل ستارتين كيف منكهة. الفلاكة تحطينا، نحطو شوية ملح. علاش نحطو الملح من بعد، يعني ما نقليو اللحم وزويد جينيرالمون؟ على خاطر كي نحطو الملح من الأول قبل ما نطيبو تصير كيما ريتونسيون دو، يعني الملح يعاود يجبد كل الماء اللي موجود. نعرفو لي اللحم جينيرالمون اللحم يعني يوصل 60% ماء، هذاك علاش ماذا بينا من بعد ما نكملو نقليو نفوقوا بالملح. بون ما ننساوش الملح، يعني ما نفوقوا. ريم على سلامة، باجي اهلا بيك. مريم ما تنعاودوا البودان تاع السلطة شوية، بس نحضروا كمونية ونخليوها أفار. باه، خليو الكمونية أفار، تمشي سلة سلة. دونك لافونتاج بالنسبة لينا قاعدين نحضروا في المنيو، ديجا عندنا ويربول اكزيليوم البلاك، نارها حامية يعني فيسا فيسا، حتى لو كان روتار ولا حاجة هاكا البلاك تعاونكم في البريباراسيون. نعرف يقولك هات فيسا فيسا في الكوجينة ندخلوا نطيبوا فيسا فيسا. باه، عندنا شربة نتاع الشوفان أونكور، كمونية حاضرة، الخبز قاعد يطيب في الفور. شو مازالنا آخر؟ مازالتلنا زليب. باه، نعطيكم مقادير زليبيا، قيدوا مع بعضنا فيسا فيسا مقادير زليبيا. باه، سلطه مشويه ديما تجي فيها الماء. باه، زعما علاش؟ دونك كنت عطيتكم طريقه الفوزيه بالنسبه للسلطه مشويه، ما عادش نحطوا الفلفل والطماطم. فما شكون يعمل فلفل وطماطم وبصل وثوم، دونك نعملوا فلفل وطماطم وثوم، ومن بعد نزيدوها شويه ثوم حي. مي قبل كل شيء، من بعد ما نشويو الفلفل والطماطم ما نحطوهوش في يعني في شكاره، خاطر وقتها تولي تندي. ماذا بينا نحطوه طول في صحفة كيما حضرت هاك، تلقاو الكولور ديجا يقعد اخضر نتاع الطماطم والفلفل. باه، نذكركم فيسا فيسا بالمقادير نتاع زليبيا اليوم. باش نحضروا مع بعضنا زليبيا، شحور مغرفة جلوكوز للي عنده للي ما عندوش، سينو 200 غرام سكر، 200 غرام سكر و100 مليلتر ماء. هاو شوية بشوية باش تتبعوني باش تقيدوا فيسا فيسا، ورقة وستيلو، 10 قارص نخليهم يطيبوا مع بعضهم الكل. من بعد طيب نزيدو 50 مليلتر عطر شيا، يلزم الشحور يكون بارد. باهي، هذايا بالنسبة للوسيط نتاع الشحور نتاع الزلابية. بعد هذاك الكل باش ناخدو الوسيط نتاع الزلابية، باش نسحقو 300 غرام فرينة، مع 300 غرام فرينة مغرفة ملح، كولورون أصفر، كيف للي ما عندوش كولورون أصفر نجم نحطو شوية كركم، و 7 غرامات خميرة. ومن 200 ل 320 مليلتر ماء. احنا والنوعيه نتاع الفرينه، وانا اخترت فرين الورد، يعني بالنسبه لينا مستانس نخدم بها في وسط الكوجينه، هذاك علاش نحطوا 320
مليلتر ماء. دونك اللي باش يخدم فرينه نتاع ورده يحط 320 مليلتر ماء، خليوها تخمر وقت اللي توصل الفوليوم نتاع نعرفوها اللي هي حضرت. هذه بالنسبه للروسيت نتاع الزلابي. باش نتبعو بالنسبه للتحضير، باش نمركو من بعد الكمونيه به فيسا فيسا، باش نوريكم كيفاش نحضروا بودا نتاع سلطه مشويه. راهم تبعوني في غير الروسي لوفا كيما قاعدين ترا. باش نحضروا شويه ملح، شويه نحطو غرين فلفل، زيدو فوقو نكرر نفس العملية، شوية ملح وشوية كروية. من بعد ناخدو طماطم نكرر نفس العملية، شوية ملح شوية فلفل، شوية ملح شوية كروية مع الطماطم به ما فيهاش شيء. بالنسبة للبات نتاع الزلابية، جرب البات هذيا، هذيا البات زمنية، كان عندك وصفة أخرى تنجم تقول لنا عليها. به باش نزيدو تاع نحطو شوية توم، كيما قاعدين تراو، باش نحطو شوية ثوم، جست نغسلو يدينا، وتوا باش نولي، هاو بسياسة بسياسة هاكا البودان كيفاش يكون. نسكروا لي زيكستريميتي، هذيا هاكا سلطة مشوية فاسون تاع سوشي. طريقة أخرى للتقديم، يعني حاولوا نجتهدوا، مي الهدف واضح، حنا نوصلوا لكم حاجة تعمل سلطة سكين كيف. من بعد ناخدو رولو تاع الألمنيوم، نكرروا نفس العملية بالسياسة بالسياسة، باش يتقبس هاي البودا تاع المشوية. هذايا في سهرية، في كوكتيل، سيرتو توا صيفي، صيف تبارك الله يعني جاي ما شاء الله، نحاولوا نخدموا حاجة جديدة وبلمسة تونسية. فما حاجة قاعدة تزمر اللي هي الفور، ها الفور قاعد يزمر، كل واحد يذكرني يقول لي فور ماكش وحدك، أنا موجود، راهو الوقت نتاع الخبز صار. به هذايا باش نحطها في الفيجيدير ونجي. بالنسبه للخبز باش نخليو الكروت نتاعو، دونك حاولوا نخليوه في الوقت 30 دقيقة، من 30 ل 35 دقيقة. كمونية ديما نمرقو بالماء سخون. أهلا أيمن خويا، صحة إن شاء الله، رمضانك مبروك. علاش نمرقو بالماء سخون؟ بالنسبة لينا كي نبداو نطيبو باش ما نوقفوش الكويسون، دونك بور نو با ستوبي الكويسون، ماذا بينا نمرقو بالماء سخون ولا بالبليكيد سخون باش تكمل تصير كونتينيتي نتاع الكويسون. دونك بحكم انها كمونية نمرقو بالماء سخون، ولكن كان
كان باش نعمل شربة بالدجاج نمرقو بالمرقة نتاع الدجاج. كذلك كمونية نخليوها كيما يقولوا ناس بكري هدوة هدوة. هذيك بالنسبة للكمونية. السلطة شوية حطيناها في الكونجيلاتور. الشربة نتاع الشوفان هاي قاعدة تحضر. الكمونية قاعدة تحضر. الخبز كيف كيف في الفول. طيب باش نحضروا مع بعضنا زلابية. نزيد نذكركم بالنسبة للمقادير نتاع زلابية مرة أخرى للجماعة اللي التحقوا بينا. بالنسبة للشحوم باش نسحقهم غرفة جلوكوز للي عنده واللي ما عندوش فما حتى مشكل نجم يسرنا عليه. 200 غرام سكر، 100 مللتر ماء، 10 قرص. بعد ما نطيبوا الشحور نزيدوا 50 مللتر عطر شيا، ويلزم بالنسبة للشحور يكون بارد. هذايا بالنسبة للشحور. بالنسبة للروسيت نتاع زلابية باش نسحقوا 300 غرام فرينة، باش نسحقهم غرفة ملح، ساشي خميرة. دونك اخترنا بالنسبة للفرينة اخترنا فرينة وردة سبيسيال جاتو، الخميرة فانواز. كيف كيف باش نزيدوها كولورون اصفر. ومن 200 ل 320 مللتر ماء انت نوعية الفرينة. وبالنسبة لي يعني كي خدمت بالفرينة اللي مستانس بها فرينة الوردة زدت 320 مللتر. بالنسبة لمقادير الخبز نزيدو نذكركم مقادير الخبز على 500 غرام فرينة الباكو هاو فرينة بريباراسيون بور بان كومبلي الوردة. المقادير على باكو فيه 500 غرام. باش نزيدو 300 مللتر ماء، 320 مللتر، 10 غرامات ملح، و ساشي نتاع خمير كيف كيف، ونزيدو مغرفة نتاع زيت. هذا كل نخلطوه مع بعض ونخليوها ترتاح 15 دقيقة. بعد ما ترتاح 15 دقيقة نديكازيوها، نفرمو دي بول. من بعد ما نحضرو لي بول نخليوها ترتاح تخمر لمدة 30 دقيقة. ومن بعد بالنسبة للكويسون هذا كيف كيف من 30 ل 35 دقيقة. دونك جربوا بالنسبة للروسيت، جربوا واعطيونا رايكم. باه باش نحضروا مع بعضنا زلابية. زلابية قبل كل شيء كيما قلت لكم بالنسبة للزلابية خميرة خبز. بالنسبة أي بالنسبة للزلابية خميرة خبز 7 غرامات خبز، 7 غرامات خميرة خبز. هاهو كيفاش حتى نوريكم كيفاش وليت. ها كيفاش كنت سبقت خاطر يلزمنا نخليوها ترتاح شوية. كلها فيها نكهة نتاع الخميرة. هذه الروسيت تاع زلابية. وتو نعطيكم لي تكنيك ونحاولوا نوريكم كيفاش احنا جربنا وكيفاش نجحت معانا الروسيت. دونك قبل كل شيء نزيد كل حاجة حيوة. نبدلو الكمونية. نحطوها هنا من غاديكا. بالنسبة للشحور به لا بالنسبة نذكركم باللي هي الجميع اللي خلطوا علينا الوصفة نتاع الوصفة نتاع الزلابية. بالنسبة لوصفة الزلابية على 300 غرام فرينة مغرفة ملح كولورون أصفر، واللي ما عندوش كولورون أصفر يحط شوية كركم. من 200 ل 320 مللتر ماء أنت ونوعية نتاع فرينة، و7 غرامات خميرة. نخليوها تخمر نخليوها ترتاح حتى لين خميرة نتاع خبز. يعني مش لوفير بولونجير، هاي لوفير بولونجير مش لوفير شيميك. خميرة انستونتاني نتاع خبز هاي فانواز. دونك نخليوها ترتاح، ومن بعد ما ترتاح نديكازيوها كيف كيف بكور. نديكازيوها نخلطو مليح مليح. وللي عنده وللي ما عندوش كولورون يعني نجم هاو كيما قاعدين تراو تنهب نوريكم كيفاش. يعني الروسيت على 300 غرام فرينة، عندنا 300 غرام فرينة باش نزيدوها مغرفة ملح كولورون أصفر، 320 مللتر ماء، و7 غرامات خميرة فورية نتاع خبز. باهي دونك هاذيا ليتاب الأولانية. بعد ما حضرت ومن بعد ما رينا الفوليوم تاعها ديجا ولا 3 فوا يعني دوبل. باهي شويه نحطو زيت يسمى ان بان دويل. سيتو في الكونفينمون مادام ما عندناش الحق باش نخرج وقت كل شيء، هاكا نحضر كل شيء في الدار، كل شيء موجود. الخبز هاو موجود والزلابية هاكا موجود. باهي شنو باش بالنسبة لينا كيف باش نحضرو؟ هاذيا شحور هاو بحذانا، شحور ديجا طايب وبارد. فشويشة صغيرة على الخبز
نذكركم به. شوف توكل عليه مش كيفك. مش كون اللي جير اكثر علي علي. بالنسبه للبات نتاع صليبيا هايك اللي جير كما ترى فيها ماهيش عاقده برشا ماهيش جاريه. وتو ترانا كيفاش نحضروا. اي لازم برشا زيت في القلايه بان دويل. ها تو باش نعبيو البات به. يلزمنا اون بورت بيس للناس اللي يحبوا يجتهدوا ويخرجوا حاجه باهيه هاكا. واللي مستانس كيما نقول واحد مازالت ما عندهمش الخبره كيما جماعه اللي يحضروا زلابيا هاكا يخدموا بورت بيس. توريكم تكنيك جديده باهيه تاع مستانس كيف باش تحضروا زلابيا. ناخذوا بوش بوش وتابل. مرحبا بركه نجيكم. فازليتر ألفة قلال. شنو هو اللي فشفشت بيه؟ فشفشت شوية ماء على الخبز يعني قبل شوية من اليوفا الكويسون. فشفشت شوية ماء على الخبز بالنسبة تعرفوا كيما الخبازة هكا يقول لك فشفشة طعمية بيه. باش نصبوا البريباراسيون تاع الزلابية. نزيدو نذكركم بالنسبة للمقادير كيفاش حضرها. نذكركم بالنسبه للمقادير على 300 غرام فرينة. ناخذوا مغرفه ملح كولوران اصفر، 320 مللتر ماء، وعليهم 7 غرامات خميره نتاع الخبز. باه نصبينا البريباراسيون تاعنا في بوش. تبعوا لي تاب بسياسه بسياسه وبقول ربي هاكا تكون زلابيا او الحاجه هاند ميد وهم ميت في الدار. باش نقصو من البوش دوبلاش كيما تراو هكا. باش نعملو افونغو مزال الزيت مسخونش كالعادة. نجربو قبل كنا نجربوا حاجه سيتو في كوجينا كلنا ما تعملوا ياسر بكم تعملوها. كنا ناخذ شويه ماء نفكرها ناخذ شويه ماء ونقولوا هكا كي يسكت الحس نتاع الزيت معناتها راهو سخن. كيف كيف رغم اللي مازلت لتوا راهو فما عادات ميم سي هما نقولوا احنا خايبين شويه ما مازلنا نعملوا فيهم. به شوفوا الفرن نورمالمون مازال شويه ويحضر الخبز. خبز زيت كل حاول نحيوه تقول لي الفور طيب يعمل لي يعمل نقيزة صغيرة. قلنا راهو صحيح ضر به. جيبوا اسيت باش نحطوا فيها زلابيا. هذا هي الأسيت باش نحطو فيها زلابيا. محضينا شحور ولا بورت بيس. باه حطيت شوفان في الشربة. ليه مازال محضيناش شوفان في الشربة؟ هادو بريفيرونس شوفان يعني ميسحقش برشا وقت، يسحق تقريبا ربع ساعة بالنسبة للكويسون. ماذا بينا قبل الأذان بشوية هاكا نرميو الشوفان. باه بالنسبة للفرن المصري هاو ينقص
أو تبارك الله الخبز يعمل ستر ستيكي في اللي يحب خبز هو موجود خبز شكرا لكم. جو بريبار بور كي اللي يحب يجي ياكل مرحبا بيه شخص الفطر مرحبا قاعد نحضر لكم انتوما باش تاكلوا فهمت قاعد نحضر لكم لي بريباراسيون مليكة باه نحطو لومبورت بيس تبعوني مليح 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 تو نزيد نقرب لكم الكاميرا لحظة بركة بس الناس الكل نحوسة في الكوجينة هيا يجي وحدنا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا سليب سحبوا فوق شري حطوا لومبورت بيس هوني من بعد نعملوا سيركل باش تحضرنا على الدورة نتاعها بالنسبة لروسة تاع الخبز جوست نكملو الزلابية ذكركم بالروسات نتاع الزلابية من بعد نعطيكم الروسات نتاع الخبز باه الخبز 500 مليلتر 500 غرام فرينة عليها 300 مليلتر ماء عليها 10 غرامات ملح وعليها وعليها ساشي نتاع خميرة باه توا قاعدين نحضرو في الزلابية بالنسبة للروسات نتاع الزلابية 300 غرام فرينة عليهم مغرفة ملح كولورون أصفر كان ما عندناش كولورون أصفر نجم نحطو كركم نجم نحطو كركم 200 من 200 ل 320 مليلتر ماء و 7 غرامات خميرة باه هذا بالنسبة للروسات نتاع الزلابية دونك باش نقلبوها ديما هاذيك لي سيرو لهنايا مادام خديت الفورمة العملية نخدمو دور ومن بعد نسكرو نعمل كيما الكرواة باش نسكرو تاع الزلابية كيف كيف هاكا مادام كونفيرمون نجمو لازم نحضروا كل شيء في الدار باه كي تاخذ الفورما هاكا نحيو لومبورت بيس ونقلبو كرو نفس العمليه دونك زلابيا من بعد ما طيب نحب روسيت مخارط باللوز وجزلين به دونك من بعد ما نحضروا الزلابيا من بعد ما طيب نخليوها طيب نبورت بيس كيف كيف نكرروا نفس العملية نعملوا سيركل ومن بعد نسكره كيما ترى من بعد ما طابت مش حطها في شحور يعني لازم شحور برد لازم نذكركم بالنسبه للمقادير نتاع شحور يعني مش نستحقوا 200 غرام سكر عليهم 100 ملل ماء
وعليهم 10 قرص نرفع جلوكوز، واللي ما عندوش جلوكوز كيف كيف ينجم يستعمل. بعد نحطوا 50 ملتر عطر شاي، كل بعض ما يتشحروا كيما تراو هكا هكا سيركل صحة وبشفاء. كيف كيف اللي ما يحبش يحط خميرة مثلا نقص من كونتيتي ونخليها ترتاح من قبل. هما راهو في الوصفة القديمة الزمنية فما شكون يحط خميرة فما شكون ما يحطش خميرة. من هاكا بالنسبة للروسيت احنا نحاولوا نشتهي. دونك هكا نورمالمون الزبادي حضرت ان شاء الله عجبتكم. اي بيان سور يا مينا، والله زلابي بالحق والله زلابي. هكا قولهم بورت بيس كابل تحضر تتشحر. بعد ما تاخذ الفورمه بلون بورت بيس بعتها بسياسه بسياسه، يعني تبارك الله الواحد يولي يتعلم ويولي يعمل مدير بورت بيس. ما انا حاولت انيس خويا شنو احوالك انيس، ان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، يحفظ تونس ويحفظ الناس الكل من كورونا. ساتا مش شويه كيفاش دريساج، اي دريساج عبير من بعد شويه نوريكم كيفاش دريساج تاع ساتا مش شويه. غادي نشحروا فيهم من نار الغار هاكا قدامكم ونخبيو عليكم حتى شيء. دونك الشحور يلزم يكون بارد بالنسبة للشحور. مغرفة جليكوز اللي ما عندوش 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر ماء 10 قارص، وبعد ما يطيب الشحور نزيدو 50 مليلتر عطر شاي. باه الشحور يلزم يكون بارد، ذكركم اللي راهو شحور لازم يكون بارد نرمي فيه الزلابية سخون. باه بالنسبة للزلابية على 300 غرام فرينة في نسحقو مغرفة ملح كولورون أصفر وإلا شوية كركم، من 200 ل 320 مليلتر ماء و7 غرامات خميرة. هذا كل خليهم مع بعضهم حتى لين تخمر تولي 3 فوا الفوليوم، ومن بعد نديغازيوها ونحطوها تطيب في بادويل. دونك نورمالمون هاكا نحاولو نبارطاجيو معاكم كل شيء، ما نخبيو عليكم حتى شيء. ها توا الروسيت نتاع زلابيا سبيسيال كونفينمون سبيسيال رمضان 2020 هاكا، والله كل شيء يبقى سوفينير هاكا. تقول الروسيت اللي قبل ما جربناهمش انا نجربو فيهم توا في الدار بركال باه. ما نحبش نطول عليكم برشا، هذا بالنسبه للزلابيا هي حضرت. باش نوريكم القسان نتاع المشويه، وهكا نورمالمون المنيو احضر نطفو البلان دو ترافاي كما عاده. هذا البودان تاع صدام شويه باه، ماذا بيه على قد ما يوقع في الكونجيلاتور. الريسيت نتاع عجينه فريكاسي تاع بطني مش حابه تختف. باه نعطيك ريسيت تاع عجينه فريكاسي انيس تو نبعث لك من بعد ان شاء الله توريه لنا شي. بيان سور خويا دانيل سي انيس ميرسي شيف، ربي يبارك لك في صحتك. باه بيان توندر غوبو دو زلابيا ميرسي. باهي بالنسبة للتوندر غوبو راه متفوتش غراماكس ساعة، الفوليوم ديجا يولي 3 فوا الفوليوم اللي موجود. جوست خنوريكم الدريساج نتاع المشوية، ومن بعد نوريكم زاد الخبز، ونوريكم شنو اللي كملنا حضرنا في المنيو نتاع اليوم. باهي باش نزيدو نخلي شوية المشوية، خليوها تزيد تبرد، باش نحضرو ديسيري خير نسيني. نورمالمون تفكروني، نورمالمون تقولولي شنو المنيو. باهي
المنيو عندنا دو فيرين، باش نعملو فيرين تاع موس شوكولا. سبيسيال ديديكاس الباتيسري لاسير، دونك تلقاو من فاريتي كبيرة برشا نتاع ديسير خمت في ناس الكل تبارك الله. بالنسبة للناس اللي يحبوا حاجة سون غلوتين، غلوتين فري، واللي شوكر فري زاد كيف كيف، يعني سون سكر بالستيفيا، ما عليكم كي تمشيو للادريس اللي هي باتيسري لاسير. ما نسيوش بطبيعتنا زاد كيف كيف الخلة والغلة والخضرة الكل، ما تسحقش باش نتوما تخرجوا من دياركم، ما عليكم كان تطلبوا فريشكا ديستريبيسيون تجيب لكم الخضرة للدار. به ذكروكم زاد كيف كيف بالنسبة لنا واحنا قاعدين نحضروا في الفيرين متاع الموس كيفاش ريسيت بتاع البقلاوة. الله يبارك. به باش نحضروا الفيرين متاع الموس على ذوقنا وعلى ذوقكم كيف كيف، ونزيدو نذكروا بالسبونسور اللي ساهموا في نجاح اللايف هذايا. قبل كل شيء نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور، خالد عويش تونسكوب تلقاو مأمنين ديجا البث موجود عليهم عند الباج نتاعهم. نشكر مليحة، نشكر زيت نجمة، نشكر لوندور بونا. عندنا زادة كيف كيف أبار الخبز بالطبيعة حضرناه اليوم بفرينة الوردة فانواز، وعندنا توبينج اليوم اختار لكم حاجة سبيسيال شوية اللي هي توبينج نتاع لا فرويتير. توبينج تنجم في فوق الكلاس اليوم تختار اللي تحب عليه، صوص توبينج بالمير. وفما زادة حاجة والله بالحق ذكرتني في من زمان اللي هي بغبا بابا صوص ديسير بغبا بابا، باش نحاولوا هاكا شوية شوية نحاولوا نجتهدوا. باش ناخذوا عيبة بنان، دونك الغلة والخضرة كيف كيف قلت لكم ما تسحقش باش تخرجوا ولا باش ديبلاسيو. فريشكا ديستريبيسيون تجيب لكم الخضرة الخضرة والغلة حتى للدار. تبارك الله قلت لكم كوجينة هايكا منورة، عندنا لي زيبيس تاع بالجميع، عندنا ميزون ألموند بالنسبة للار دو لا تابل، ميرسي ميزون ألموند، أم تي كوكو لسونيا. بار الفروماج والبوتا نتاع لوندور، فرويتير ديجا في لي صوص توبينغ وفي المعجون، هابيس، ناتيلي في الفروماج. ميرسي دو نو بريزونتي دو نوفو برودوي. باهي هذوما البرودوي بالحق سيرتو في رمضان في الكونفينمون كيما قلت لكم. هاو الزيت هذايا زيت نجمه ديو، يعني ان ميلونج نتلقاه نورمالمون موجود في السوق توا انوفو بي بي نتاع نجمه. في ميلونج ما بين مايس وتورنوسور. ابار 100% موزاريلا اللي حضرنا بها البارح نتاع لوندور، حضرنا بها كنافه تاع مستاستين كيف. باهي نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا الشير. نعرفوا البنان والشوكولاته حاجه كي سو ماري تري 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 بيان، وعندنا النوغا زاده كيف كيف. تبعونا كير نجمو نحضروا مع بعضنا الديسير. هذايا موس شوكولا في بوش، هذايا بنان، باش نقصو كيكو موسون تاع بنان. هذه صوص توبينغ مير، وعندنا بغبا بابا تفكرنا في النكهه الزمنيه القديمه. باش نعملوا ميلونج ما بيناتهم ديجا. باه ناخذوا الفيرين، تصور شو محلي الفيرين من ميزون المونت، دونك لا دو لا تابل كل تنجموا تلقاوها في ميزون المونت. نحطوا شويه توبينغ بغبا بابا، وهذايا بالميوخ فيرين زيا بالالمون. فما روسيت نتاع ديسير بنان اورانج، باهي ان شاء الله قلت ربي تعمل ديسير. شنو نزيد معاه؟ بربي شايف نحب نعمل فيرين بالفريز، شنو نزيد معاه؟ بالنسبة للفريز تنجم تزيد سا سوماري تخي تخي بيان مع الشوكولاتة. دونك احنا اليوم باش نعملو موس شوكولا. بالنسبة للفيرين باش نعملو ان ديسير ديكومبوزي، شوية موس شوكولا، نجمو تزيدو كراميل، موس حاضرة مشرية ولا لا. بالنسبة للموس حضرتها، حضرت أنا موس. تو نعطيكم المقادير نتاع الموس. كيف كيف نفس الديسيرت نجمو تلقاوه في باتيسري لاسير. عنا شوية نوكا، شوية بنان،
ندو شويه نوغا، هم ديسير ديكومبوزي، يعني توندونس توا اللي موجوده ما عادش نقولوا ديسير يكون كل شيء حاضر فوق بعضه، هاكا تعمل دريساج نقولوا احنا كريزي. نزيدو شويه توبينغ لا فروتير بابا بابا والمير، ونعاودو نعملو كوش واحده اخرى تاع موس. حق سيرتو في رمضان يعني تبارك الله الناس كلها راهي تشتي، واحنا هنا موجودين باش نحضرو مع بعضنا لي روسيات، وان شاء الله تعجبكم. نجمو تخليونا كومونتير. اهلا محمود، وين ارقام لي صوص هذوما؟ لي صوص بالنسبه نورمالمون تلقاهم في الكرون سيرفاس كيف كيف جدد، يعني خدمنا تبارك الله بالنسبه للبرودوي برودوي اللي خدمنا بهم الكل سوسون دي برودوي جدد جربناهم وحلوين سيرتو في رمضان. ما نتصورش بالنسبه للصوص نتاع بابا بابا انك تلقاها في بلاصه اخرى. هذه بالنسبه للفيرين تبارك الله تاع الموس والشوكولا. نزيدوها نصير صغير تاع بنان شويه نوغا اي فوالا، هاو ديسير كيفاش ان ديسير دي كومبوزي. نفس العملية باش نكروها في الفيرين ثانية. شوية بنان شوية نوكا، هذي صبوا عليها توبينك مير. هاكا فما توبينغ باربا بابا والمير تاع لا فرويتير، وذا شوية توبينغ باربا بابا، وهاكا الفيرين تاعنا حاضر. باه شنو مازالنا؟ نحيو زيت الفيرين نخليهم من بعد. ما نحكيكمش على القوم تاع البنان والشوكولاتة، خليهم بحدنا. محمود يعطيك الصحة محمود، فهمتي كوكول محمود. لازم نقول لنا زاد اش عامل فيكم رمضان. باه بالنسبة للقام نتاع فرويتير يعني موجود اون انفينيتي نتاع دي بارفان دي، كيما قلت لكم خدمنا بالبابا بابا وخدمنا بالمور كيما تراو. هاتو مهلا بيك. بار لي كونفيتور اللي موجودين، وكيما ريتوني للي ما شافنيش ينجم يعاود يشوف اللايف يلقاني كيفاش عملت الدريساج نتاع ليفيرين. هيكل اهلا بيك هيكل. توا باش نحضر باش نقصوا مع بعضنا الرولي نتاع المشوي. نحيو زيت الكل، هذا البودان تاع المشوي اللي بكري حضرناه. باش ناخذ السكينه، انا اوتوميزي الحقيقه عامل فيا بالروح. باه السكينه على قد ما تكون ماضيه على قد ما تبدا بها. فاسون فاسون تاع سوشي نخبي عليكم كيفاش، ما نخبي عليكم حتى شيء. ريت محلاها كيفاش، فلفل رولي بطبيعته فيه التون وفيه طماطم. من بعد ندرسيوها نزيدوها شوية تونة بتيرابيل وكارتين تاع عظم. نقصو يعني بالنسبة للمنيو، نزيدو نعاودو نذكرو الجماعة اللي تحقو بينا شنو حضرنا المنيو باش نكونو بالنسبة لينا خفيف عليكم. حضرنا شربة نتاع شوفين بالجيش، دونك حطينا شوية الخضرة قليناها في زيت نجمة ديو، زدنا دجاج نتاع مليحة مرخنا بالماء، لي زيبيس نتاع بنجميع خلطناهم،
هذا يشرب حضرته شوفين قليلين شوية. من بعد عندنا كامونية، دونك كامونية نتاع لابي دي فيوند ميما فود ديديكاس لابي دي فيوند، دونك اليوم الكامونية حاضرة باللحم ما عنده. بعد ما حضرنا الكامونية عندنا خبز، نوريكم الخبز. هاو الخبز ما شاء الله كما تراو. بعد ما حضرنا الخبز حضرنا زلابيا. نذكركم بالنسبه للمقادير نتاع الخبز على 500 غرام فارينة ريباراسيون كور بان كومبلي الورده، عليها ان ساشي نتاع خميره فانواز، زدناها مغرفتين نتاع عسل، لا مش مغرفتين نتاع زيت. سي سي رمضان اثر فينا سي به طبق الزياده حاجه جديده به عبير ميرسي شيف. نعاود نذكروا بالنسبه للمقادير نتاع الخبز بسياسه بسياسه، ومن بعد نعطيكم زليبي الحسن والشحون باش ما تدخلوش لي روسيت الكل مع بعضهم. باهي على ساشي بريباراسيون بور بان كومبلي ورده باش نزيدوا 300 مللتر ماء، وعليها 10 غرامات ملح، وساشي خميره فانواس. خلطوهم الكل مع بعضهم ونزيدوا مغرفه زيت نجمه. هذايا بالنسبه للخبز. باهي بالنسبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله سين فرنسا صح يا ربي يخليك. باه نعطيكم الريسيت نتاع زليبيا. عندنا شحور مغرفه جلوكوز، واللي ما عندوش مغرفه جلوكوز يحط 200 غرام سكر، 100 مللتر ماء، وعليها 10 قارص. نخليهم كل يغليو مع بعضهم. من بعد ما يغليو نزيدو 50 مللتر عطر شاي، والشحور يلزمو بارد. باه بعد ما نحضروا الشحور نحضروا الريسيت نتاع زليبيا. بالنسبه للروسيت نتاع زليبيا باش نسحقوا 300 غرام فرينه الورده سبيسيال جاتو، دونك مغرفه ملح كولورون اصفر، واللي ما عندوش كولورون اصفر ينجم يحط كركم زاد كيف كيف، من 200 ل 320 مللتر فرينه ماء للفرينه، وبحكم اني انا خدمت فرينه الورده دونك استعملت 320 مللتر ماء، 7 غرامات خميره نخليوها تخمر حتى لين يولي الفوليوم 3 فوا، من بعد نديغازيوها. من بعد ما نديغازيوها هاو كنطيبو الزلابيه في بانغويل. بعد ما نكملو نطيبو الزلابيه تبدا هي سخونه وشحور بارد، نسخطوها في الشحور وهكا تكون عندنا زلابيه سبيسيال كونفينمون حاضره تاع 66 كيف. ان شاء الله كنت كانت روحي خفيفه كبيره برشا، كانت روحي خفيفه عليكم انتوما، وان شاء الله بقدره ربي نزيد نعطيكم دوتر روسيت ودوتر استوس. وراني فرحان برشا بالناس الكل اللي تابع فيها لايف، راهو انتوما بالعكس تزيدوا تشجعوني باش نحاول نعمل البلوس. نزيد نذكر من الناس اللي عاونوني برشا باش نحضر اللايف، ان سبيسيال ديديكاس الحازم بن عيسى راديو بون لو نور اللي هو يامن في البث، تونيسكوب عادل خالد عويش، وابار لي سبونسور كيما الورده البيضاء نجمه فانواز دكتور اوتكور موجود ناتيلي مليحه، يعني تبارك الله اون انفينيتي نتاع دي سبونسور سبيسيال كونفيرمون جاو وحدينا بخدا تربي، فريشكا ديستريبيسيون، باتيسري لاسيل، هابيز، لا فرويتير، الناس الكل اللي جاو وحدينا نقول لهم يعطيكم الصحه اللي انتم امنتوا بينا باش نجموا احنا نحضروكم اللايف. وبقى لي كنمشي نقول لكم شهيه طيبه، وان شاء الله بخدا تربي يتجدد لقايا لقانا مع بعضنا كل نهار. تابعوني الماضي ساعتين في روسيت اخرى، وللي يحب روسيت جديده والا يحب يفيد الناس الكل الكوميونيتي نتاعنا الكل ينجم يخلي لنا روسيت في كومونتير. نحبكم برشا برشا، ميرسي بوكو، شهيه طيبه وصحه فطوركم كما يقولوا، صحه شخان فاتكم، وبسلامه ابيانتو ادما ان شاء الله.